التحديات التي تواجه المشاريع الضخمة تتمثل في الآتي: أولاً، التغيرات في سلاسل التوريد والتنافس العالمي على الموارد وما يتبعها من تحديات لوجستية تؤثر على التكلفة والزمن. الاتجاه العام حالياً في سلاسل التوريد لتخطي مخاطر التكلفة والوقت نتيجة التحديات الجيوسياسية هي توطين بعض الصناعات الاستراتيجية أو توطين أجزاء منها. ثانياً، المنافسة الإقليمية الشديدة على استقطاب المواهب والشركات ذات الخبرات الفنية والتقنية نتيجة الازدهار الذي تشهده المنطقة. ثالثاً، على مستوى عالمي من التعقيد بسبب التداخلات بين الاختصاصات الفنية والتقنية في المشروع الواحد. رابعاً، إدارة العلاقة مع عدد كبير من الشركات وأهمية تحقيق التوازن بين المصالح والمنافع. خامساً، الحاجة لتوفير بدائل التمويل. ومن أجل ما يفوتني شيء أبغي أذكر مثال على ذلك كلكم تعرفونه، وطبعاً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية توجهات الحكومة، حكومة دبي واضحة بالنسبة